الدكتور سامي قاسم رئيس قسم العلوم السياسية. دكتور سامي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تابعتم هذا الملف المهم في وضع الاقتصاد والإنتاج أيضا، ومردود ذلك على العملة الصعبة في بلادنا أيضا؟ كيف قرأت هذا المشهد، وقرأت أيضا أهمية قرار وزير المالية بإيقاف التهريب وليس التصدير؟ يعني أنا أفهم الآن أن الموضوع كان تهريبا وليس تصدير، على اعتبار أن هناك قرارات سابقة بمنع التصدير أساسا. بالفعل هو هناك قرار بمنع التصدير الفردة صدر في قرار جمهوري في 2013، واعتقد انه هذا القرار تاخر، يعني كان في مداولات من سنتين تقريبا انه يعني يجب ان يتم تشديد على منع تصدير الخرده، خاصه انه كثير من المصانع اغلقت بسبب تصدير الخرده. اليمن مش دوله منتجه للمعدن الحديد، فبالتالي تعتمد على الخرده في اعاده تصنيع احتياجاتها من الحديد، اللي وصل تقريبا الى 300 الف طن من الحديد المصنع من الخرده، وبالتالي تم تحويل جزء كبير من الخردة هذه بدل من أن تتوجه إلى المصانع الوطنية أصبحت تصدر إلى الخارج. في 2022 بلغ حجم التصدير من ميناء عدن فقط 260 ألف طن، بينما المصانع كانت تحتاجها في عدد التصنيع، خاصة أن المصانع الذين كانت تغطي جزء كبير من احتياجات السوق، وبالتالي تحولت أغلق جزء كبير من المصانع. تقريبا حاليا مصنعين أغلقوا وتم تسريح العمال اللي فيه. نعم. وبالتالي زادت نسبة البطالة، وارتفع نسبة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، بينما كان ممكن أن يعني إذا هذا القرار سيؤدي إلى أنه يتم تخفيض الاستيراد من الخارج، لأنه ستتحول الخردة إلى المصانع وسينتج الحديد المحلي بدل من استيراده، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للعمال، وكل هذا يصب في مصلحة الاقتصاد. أنت عندك مشكلة في توفير العملة الصعبة. نعم. وفي ارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت الآن 60%، فبالتالي أنت يعني القرار هذا بيصب باتجاهين، يعني تخفيض. نعم. البطالة ولو جزئيا. نعم. يعني وتخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج. ما هي الوزارات المعنية بتنفيذ هذا القرار، أو الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار؟ صدر القرار من وزارة المالية باعتبارها المشرف الرئيسي على الجمارك، ولكن كان يجب أيضا هناك أن يكون هناك اقتراح مرفوع من وزارة التجارة والصناعة، ويتم التنسيق ما بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والغرف التجارية في المحافظات، بحيث أنه يكون القرار شامل لكل الجهات المعنية، رغم أنه وزارة التجارة والصناعة كانت تطالب بها ولكن لم يصدر أي قرار، لأن هناك اتخاذ قرار من وزير المالية، أعتقد قرار شجاع جدا، وإن كان تأخر قلت أنه كان هناك مشاورة من عامين لاتخاذ مثل هذا القرار.